فالإنسان منا يسأل الله ماذا؟ يقول له يا رب هذا الشيء الذي لا نراه وأنت غيرت به الدنيا، فأغنيت وأفقرت وأسعدت وأشقيت وأعطيت وحرمت وأمنت وخوفت، يا رب هذا لا نستطيع له سلطانا وأنت تملك كل شيء. ويا حبذا لو أن هذه الدعوة يشترك فيها كل من لهم كلمة مسموعة، لو أن يجي يقول لك الله طب كيف سنجتمع كما تخاطبون أحبابكم في هذه الأيام. يجي مثلا عندي واحد من أحبابنا، واحد من زملائنا، واحد من كهنة الكنيسة يكلم أبناء شعبه، يكلمهم عليه يقول لك والله عبر بيتكلم معهم على الصفحة بتاعته بس مباشر، ما المانع أن تجعل هذا اليوم بثا مباشرا بينك وبين الله؟ الله. يجتمع كل واحد في بيته وأنا كإمام أو ككاهن أو أيا كان، والله أجي عندكم اليوم كل يوم مثلا كان لي عندكم موعظة، النهاردة مش موعظة، النهاردة دعاء درع وتضرع إلى ودعاء. الله تبارك وتعالى مزبوط. أنا في بيتي وأنت في بيتك، المكان جميعا نتضرع، كل الناس، ما المانع؟ أعطوا الله من أنفسكم ساعة يعطيكم الله كل ساعة. الله الله عليك. اعمل لربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده، هيبقى مثلا يوم 14، اعمل لربنا سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة، الله، من ساعة ما علم الأولاد يتوضوا وعلم حضرتك تتجهز صلي السنة، وقعد 10 دقائق بين الأذان والإقامة في الدعاء، زي ما قلنا في اللقاء الماضي، بين الأذان والإقامة مستحب ومقبول وأرجى أن يسمعه الله. أرفع يدي، فإذا نظر الله تبارك وتعالى إلى كل العباد في كل الأماكن بكل الألسنة وبل وكل الأديان يدعون الله تبارك وتعالى، الله عز وجل سيرفع لا شك هذا البلاء أو سيبدله ويخففه. فإذا صدقت النية، فأنا أقول للجميع إذا صدقت النية بيننا وبين جميعا فأبشروا بالخير الكثير وأملوا في الله تبارك وتعالى، سنجد أن الأمور بفضل الله انفرجت مع الأخذ بالأسباب التي تكون سببا لقبول الدعاء من الله تبارك وتعالى.